أهلا بكم مشاهدينا الكرام. مجزرة أخرى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأخيرة، مسرحها هذه المرة مخيم البريش في وسط قطاع غزة، حيث يناشد الدفاع المدني الصليب الأحمر التدخل لمحاولة إنقاذ العشرات العالقين تحت الأنقاض قبل فوات الأوان. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية التي سنتحدث في سياقها عن جملة من التطورات المتعلقة في قطاع غزة والمتعلقة أيضا بجبهة الإسناد اللبنانية ومجريات الأوضاع في شمال فلسطين المحتلة. سيكون معنا في هذه التغطية ضيفتنا من القاهرة الصحفية والباحثة في الشؤون الإقليمية والدولية بصحيفة الأهرام الأستاذة هند الضاوي، و من عمان الكاتب الصحفي أستاذ فارس حباشني. أبدأ معك أستاذتنا هند الضاوي من القاهرة. الآن هذه المجازر الإسرائيلية تتواصل في قطاع غزة، قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت في الساعات الأخيرة مجزرة في مخيم البريج في ظل ظروف صعبة. هذا المشهد هو متواصل منذ نحو 11 شهرا، أو نحن على عتبة العام من هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. تتزايد المجازر، تتزايد حدتها أيضا عندما يطرح حديث عن تطور ما أو جهود وساطة أو جولة لبلينكن أو غير ذلك. اليوم كيف تقرأين مواصلة إسرائيل لحرب الإبادة على قطاع غزة؟ بعد التحية لحضرتك ولضيفك الكريم وللمشاهدين، هذه المجازر أعتقد أصبحت جزء من شخصية الكيان الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط. ما مهد له الطريق أو عبد له الطريق للاستمرار في هذه المجازر هو تخاذل المجتمع الدولي، هو الدعم الأمريكي المفرط وكذلك البريطاني والفرنسي والألماني. عجزنا كمنظومة شرق أوسطية عربية، تحدث هنا عن المؤسسات الإقليمية، في مواجهة المنظومة الدولية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي حتى الآن إسرائيل لم تجد أي رادع أو معاقبة على ما تفعله في حق الشعب الفلسطيني، وبالتالي المجازر مستمرة. النقطة الثانية أن إسرائيل لم تحقق أهدافها، وهي تشعر بأنها فقدت الكثير من مكانتها العسكرية ومن وضعها السياسي. هناك تشتت وتشرذم كبير في الداخل الإسرائيلي، تحاول تعويض ذلك بارتكاب أكثر من مجزرة يوميا على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتحاول أيضا من جانب آخر توسيع الصراع على أمل أن تنخرط القوى الكبرى التي تدعم إسرائيل أو التي وضعت إسرائيل في قلب هذه المنطقة من الانخراط الميداني بدلا عن الجيش الإسرائيلي. أما بالنسبة لجهود الوساطة، أنا أعتقد أن السياسة الأمريكية منذ بداية الحرب وحتى الآن هو اشتراء أو شراء المواقف والوقت من خلال هذه الجولات التي لم تفضي إلى أي نتيجة. أمريكا تعلم بأنها لم تستطيع معالجة وضع قطاع غزة بهذه المفاوضات، لم تبذل مجهود حقيقي في الضغط على إسرائيل، لم ترغب في وقف الحرب. بالمناسبة ذكروها أكثر من مرة في متن الحديث بأن أمريكا تريد لإسرائيل أن تستكمل أهدافها العسكرية، وبالتالي أعتقد بأن أصبح من الواضح للجميع أن أمريكا كان دورها خلال هذه الجولات المتتالية من المفاوضات هو محاولة تبريد الجبهات وتبريد مواقف الدول التي تشترك معها من أجل أن تستكمل إسرائيل أهدافها. والأهداف هنا لا تتعلق بهزيمة حماس، لأن إسرائيل تعلم من اليوم الأول أن قدرتها القتالية ليس بالدرجة التي تمكنها من مواجهة حماس أو محور المقاومة، ولكنها كانت تعتمد على التدمير الشامل والإبادة الجماعية، ولكن لها أهداف أخرى وهي تدمير القطاع بالكامل، وهذا تحقق. ولديها هدف آخر مدعوم من أمريكا شخصيا، وهو تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى وطن بديل. نعم سادة هند، وهذه نقاط أيضا ستكون محور نقاش في سياق هذه التغطية. انتقل إلى الكاتب الصحفي من عمان أستاذ فارس الحباشني. مرحبا بك أستاذ فارس. ونحن نواصل الحديث عن هذه المجازر وعن أهدافها التي باتت معروفة عمليا، إلى أي حد يمكن القول بأن هذه المجازر مستمرة بالتوازي مع حالة الفشل الإسرائيلية في تحقيق أي من الأهداف الإسرائيلية المعلنة عمليا؟ نعم، أسعد الله صباحك وصباح ضيفتنا من القاهرة ومتابعي ومستمعي ومشاهدي قناة الميادين.
يعني الآن في ظل هذه استمرار المجازر الإسرائيلية وهي المجازر اليومية في قطاع غزة وهذه العدوان المتوحش المتكرر يوميا، كل يوم نصحى على خبر جديد لكارثة إنسانية لمجزرة بشعة ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة، هذا الشعب المحاصر والشعب المنكوب. لربما أن يعني تطورات هذا العدوان وهذه الحرب بما يعني تفرض ما بين العاملين، العامل الداخلي والعامل الإقليمي والدولي. بما يتعلق بالعامل الداخلي، حتى الآن حركة الاحتجاج في الشارع الإسرائيلي يبدو بأنها عاجزة عن تمي نتنياهو عن الذهاب إلى سلطة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار ولو بإطار الهدن. والعامل الإقليمي والدولي أيضا يبدو بأنه عاجز أيضا عن تمي نتنياهو عن الاستمرار في العدوان، بما يتعلق بمجلس الأمن دوليا، بما يتعلق بمحكمة لاهاي، بما يتعلق بضغوط من دول من أحزاب ومنظمات دولية وغيرها من المنظمات الحقوقية، بالإضافة إلى الرأي العام العالمي الضاغط باتجاه وقف هذا العدوان وهذه المجازر. يبدو بأن نتنياهو بالمطلق غير معني بهذه الأصوات، ولن يستجب ولن يستمع إليها ولن تكون هي الضاغطة عليه. يبدو أننا بانتظار عوامل أخرى أو نقول عامل آخر، وهذا العامل هو المتشكل استراتيجيا الآن بقوة المقاومة، بقوة ردع المقاومة، هذه القوة التي هي تتطور ميدانيا بشكل لافت وبشكل استراتيجي لافت، ونحن أمام متغير أو نقول منعطفات جديدة بأداء المقاومة على الميدان وفي أرض إذا ما عدنا. طب نتوقف عند هذه النقطة أستاذ حباشي. نعم أستاذ حباشي، لأن الصوت يتقطع، عذرا أستاذ فارس، الصوت يتقطع. نعم إذا كنت تسمعني سأعود إليك أستاذ فارس. الزميل أكرم دلول مراسل الميادين من خان يونس. أكرم، يعني حرب الإبادة متواصلة على قطاع غزة، المجازر مستمرة، كانت هناك يعني عدة مجازر جديدة في القطاع، الموقف لديك في هذه الأثناء أكرم؟ بالفعل يعني مجازر كثيرة وتستهدف كل المحافظات، لكن المجزرة الأكبر هي تلك التي وقعت في مخيم البريج، وللتو عدنا من هذه المنطقة شرق مخيم البريج، منطقة بلوك 12 كما يعرف هنا. أكثر من 6 إلى 7 منازل سويت بالأرض عبر أحزمة نارية، وكان يسكنها عدد كبير من الأهالي والعائلات. نتحدث عن انتشال 4 شهداء وعدد من الجرحى، وعن فقدان قرابة ما بين 80 إلى 90 فلسطيني. هؤلاء كلهم مروان ما زالوا تحت الركام والأنقاض. فور وصولنا للمنطقة حقيقة تفاجأنا بأن الدبابات الإسرائيلية بدأت تقترب، تقصف المنطقة بالقذائف المدفعية وتطلق النار، وحتى أن هناك مسيرات إسرائيلية بدأت تستهدف يعني محيط المكان الذي كنا نتواجد فيه كفريق الميادين بشكل حصري وخاص، على اعتبار أن المنطقة خطيرة جدا. حاولنا أن نوثق المشهد من هناك، لا سيما وأننا نتحدث عن أن جيش الاحتلال يبدو أنه يسعى من خلال هذا القصف إلى منع عمليات انتشال المفقودين والشهداء. استغاثات عديدة ترد ويعني لا مجيب حتى الآن. يقول جهاز الدفاع المدني أن هناك صعوبة بالغة في وصول طواقمه للمنطقة، وبالتالي نتحدث عن حدث كبير وخطير هنا عبر منع حتى عمليات انتشال الجرحى والشهداء والمفقودين، ونحن طبعا نتحدث عن عدد كبير. كذلك القذائف أدت إلى يعني اندلاع نيران هائلة في المنازل، ونحن بالتأكيد وثقنا هذا المشهد، وهذه النيران بدأت تلتهم منزلا تلو الآخر من دون أن يعرف الأهالي ماذا يفعلون، لا سيما وأن يعني جهاز الدفاع المدني والإطفاء كما أشرت ممنوع من الوصول لخطورة المشهد هناك. وبالتالي نتحدث عن يعني أوضاع قاسية، نتحدث عن إبادة يبدو لعائلات بأكملها، ولا نعرف إلى أين يمكن أن تؤول الأمور. هل سيتوقف القصف من المدفعية ومن الطائرات ومن الدبابات لتتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول للمنطقة، رغم طبعا أننا يعني أمام ساعات
هذه الساعات هي يعني ساعات حاسمة وصعبة. نتحدث عن أن الغارة الإسرائيلية وقعت قرابة 8:30 من صباح اليوم، والآن نحن في منتصف النهار تقريبا، وبالتالي مع طول أمد إمكانية وصول مركبات الدفاع المدني، ربما يمكن القول أن العدد الأكبر من هؤلاء المفقودين تحت الركام يمكن اعتبارهم بأنهم شهداء. نعم. هذا إذن الذي جرى في مخيم البريج، والذي يلخص كما أشرت طبيعة الحال هنا في غزة. عشرات الغارات الإسرائيلية على شمال القطاع، على مدينة غزة، وسط القطاع، خان يونس ورفح في الجنوب، وكلها طالت منازل وطالت خيام. أكثر من 40 شهيدا وصلوا في الساعات الماضية إلى المشافي بفعل هذه الغارات، لكننا نتحدث الآن كما أشرت عن رقم كبير، وهو الرقم يعني الذي يمكن أن يرفع حصيلة الشهداء إلى يعني ارتفاع قياسي. نتحدث يعني عن 80 إلى 90، هكذا تقول التقديرات، تحت ركام هذا المربع السكني الذي تم استهدافه والمواطنون بداخله. هكذا بصورة مبسطة يبدو المشهد هنا في غزة مروان. شكرا لك على كل هذه المعطيات مراسل الميادين من خان يونس زميلنا أكرم دلول. وننتقل مشاهدينا من غزة إلى جنوب لبنان لمتابعة آخر تطورات جبهة الإسناد اللبنانية مع الزميل علي مرتضى مراسل الميادين من جنوب لبنان. علي، المشهد لديك، خاصة يعني كانت هناك غارات استهدفت بلدة بليدة ومناطق أخرى في جنوب لبنان. تحية طيبة مروان. في تحديثات الجبهة، آخر التحديثات هي قذائف إسرائيلية مدفعية تطلق باتجاه أطراف بلدة يارون، كذلك قبلها كان هناك قذائف مدفعية باتجاه أطراف بلدات يارين وعلمة الشعب. بالنسبة للغارة الحربية الإسرائيلية التي استهدفت بليدة، توجهت فرق الإسعاف إلى ذاك المكان مع تغير المعطيات الميدانية عن إمكانية وجود إصابات، حيث تبحث فرق الإسعاف عن هذه الإصابات في هذه الغارة، لا سيما بأن القرية بليدة كان فيها في هذا التوقيت بعض المواطنين الذين يأخذون حاجياتهم. طبعا تم إخلاء المواطنين مع حدوث هذه الغارة، ولكن حتى لحظة فرق الإسعاف والدفاع المدني تعمل على البحث عن إصابات في ذاك المكان. بالنسبة لعمليات المقاومة، حتى لحظة وصل تعداد العمليات العسكرية التي تبناها حزب الله إلى 3 عمليات عسكرية، عمليتين حدثتا فجر اليوم في موقع العباد، حيث تم رصد تحرك لمجموعة من الجنود في محيط الموقع وتم استهدافهم بالأسلحة المناسبة. هذه المجموعة التي كانت تتحرك حول العباد أصيبت إصابة مباشرة بالنيران التي أطلقت من لبنان، وهناك إصابات مؤكدة في صفوف هؤلاء الجنود الذين كانوا في محيط موقع العباد. وإضافة إلى ذلك، أعاد حزب الله واستهدف موقع العباد أيضا هدف إسرائيلي في موقع العباد، تم استهدافه هذه المرة بالصواريخ الموجهة. أيضا حزب الله كان قد استهدف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة. هذا فيما خص العمليات التي تبناها حزب الله. رصدنا أيضا إطلاق نيران مباشرة باتجاه تلة الكارنتينا، المرجح بأن يكون هناك انتشار للجنود في ذاك المكان، لا سيما بأن المواقع هناك يعني قليلة. تلة الكارنتينا قريبة من مواقع إسرائيلية، ولكن فيها يتم هناك دائما ما ينتشر جنود إسرائيليين، وبالتالي من المرجح أننا أمام استهداف مجموعة من الجنود أيضا. في الجليل الغربي، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن ذوي صافرات الإنذار في برعام ويرعون، وقالوا بأنه تم رصد 3 صواريخ أطلقت باتجاه ذاك المكان. أيضا في الجليل الغربي كنا قد رصدنا جنديين إسرائيليين يتنقلان في سيارة مدنية، أتت هذه السيارة إلى جانب جرافة تعمل بالقرب من موقع إسرائيلي في الجليل الغربي، وترجل منها هذين الجنديين اللذين يعملان على حماية الجرافة. وهذا طبعا تأكيد جديد بعدما نشر حزب الله عن استخدام الجنود لسيارات مدنية. نستطيع أن نؤكد أنه أيضا في الجليل الغربي رصدنا استخدام هؤلاء الجنود للسيارات المدنية. بالمجمل هذه هي كل الأحداث على الجبهة. طبعا ينتشر فيديو المحلقة الإسرائيلية التي نشر حزب الله تصوير فيديو أخذته محلقة إسرائيلية بعد أن سيطر عليها، وهذه المحلقة الإسرائيلية التي قامت بضجة بين قائد اللواء الشرقي 769 وبين قيادة الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية، حيث أن هذا القائد أخذ على عاتقه أن يحقق
يحمل بهذه المحلقة منشورات ويلقيها في منطقة الوزاني. طبعا حزب الله لم يعلق على المنشورات نهائيا، ومباشرة تراجع الجيش الإسرائيلي عن تبني الخطوة عبر هذه المنشورات، ولكن حزب الله بالفعل قام وليس بالقول، قام بالسيطرة على هذه المحلقة، وخلال طيرانها فوق الوزاني قام بالسيطرة عليها وسيطر على الفيديوهات التي كانت تصورها وصولا إلى قبل إطلاقها، حيث كان هناك تصويرات للجنديين الإسرائيليين اللذين أطلقا هذه المسيرة بشكل واضح، وجههم واضح وكل شيء واضح، كذلك بالتصوير الإسرائيلي بالفيديو الإسرائيلي الذي أخذته المقاومة من هذه المحلقة يظهر المزارعين اللبنانيين الذين يعملون في الوزاني كيف ألقيت المناشير وبقوا يعملون في ذاك المكان. شكرا لك على هذه المعطيات من جنوب لبنان مراسل الميادين الزميل علي مرتضى. أستاذة هند الضاوي بالعودة إليك، ويعني في ضوء الحديث عن مجريات الأوضاع في شمال فلسطين المحتلة، ما يجري في جبهة الإسناد اللبنانية اليوم بعد اجتماع الكابينت الأمني والسياسي والذي كان داخل حفرة، تمت المصادقة على مسألة إدراج نقطة إضافية في أهداف أو في قائمة أهداف الحرب، وهي إعادة سكان مستوطنات شمال فلسطين المحتلة إلى بيوتهم. يعني نتنياهو وجيش الاحتلال الذي لم يحقق أي شيء من أهدافه بطبيعة هذه المعركة في شمال فلسطين المحتلة يسعى إلى إعادة المستوطنين، ما الذي نفهمه من وراء هذه الخطوة؟ ما المعنى السياسي لها؟ أي رسالة أراد نتنياهو أن يمررها يعني من خلال المصادقة على هكذا قرار؟ يعني أنا أعتقد أن نتنياهو من البداية لديه خطة واضحة أو أصبحت واضحة، وهي فكرة تدمير المناطق التي وفق للخريطة الصهيونية تسمى إسرائيل الكبرى. طبعا هي بمجملها أراضي عربية سواء كانت فلسطين، لبنان، جزء من سوريا، الأردن، سيناء المصرية. وبالتالي أنا أعتقد أن نتنياهو لا ينظر إلى الحسابات العسكرية بشكل دقيق، وهذا يعني ما أدى إلى توتر العلاقات ما بينه وما بين وزير دفاعه يوآف جالانت. نتنياهو ليس لديه حسابات عسكرية ولا يهدف لتحقيق انتصار ولكن عسكري، ولكن حينما يتحدث عن إعادة سكان مستوطنات إلى شمال فلسطين المحتلة وهو كأنه يلمح إلى عملية عسكرية ما. نعم نعم نعم، يعني أنا ذكرت لك أن هذه المناطق التي ذكرتها بشمالها سواء كان لبنان أو الجنوب لبنان، جزء من سوريا، الأردن، سيناء المصرية، قطاع غزة، الضفة، كل هذه النقاط سيحاول نتنياهو الدخول في حرب معها. وهذا حتى يؤكد لنا لماذا دائما ما تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية المشهد وتقول بأنها لا ترغب في حرب كبرى، لأنها تريد فصل الجبهات وفصل الساحات، تريد مرحلة الحرب حتى تستطيع إسرائيل يعني تحقيق كل أهدافها في هذه المنطقة. على أي حال أنا أعتقد بأن بالفعل سيكون هناك توسيع للحرب مع المقاومة في جنوب لبنان، وهذا قرار نتنياهو وقرار من يدعم نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، وأغلبهم من القيادات الدينية بالمناسبة وليس القيادات العسكرية والسياسية المتعارف عليها. نتنياهو بارتكاب هذه الحماقات المتتابعة في منطقة الشرق الأوسط هو يعتقد بأنه قادر على رسم خارطة جديدة، وهي خارطة الشرق الأوسط التي توعد بفرضها على المنطقة منذ بداية الحرب. لكن أنا أعتقد أن في نهاية هذه الصراعات ستؤدي إلى تحرير فلسطين كاملة وطرد ما تبقى من الصهاينة إلى أوروبا، وهذا ما تخشى بالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة مؤمنة جدا بأن إسرائيل هي الوديعة الإلهية لها في يعني المنطقة أو في العالم. نعم. وبالتالي هم حينما يدعموا إسرائيل، الجزء الأكبر حاليا المسيطر على أمريكا هو جزء ديني أو جزء من المؤيد للحركة الصهيونية، لكن أوروبا جزء من دعمها يتعلق بأنها لا ترغب في إعادة اليهود أمثال نتنياهو إلى أوروبا. وبالتالي أعتقد بأن الحرب ستتوسع، سيكون هناك دعم متدفق لنتنياهو بشكل كبير من أوروبا، ولكن النتيجة لن تكون في صالح نتنياهو على أي حال، لأن الدفاع الجوي أو القوات الجوية التي يعتمد عليها نتنياهو وبدأ الآن منذ فترة بالمناسبة يعزز من القدرات الجوية استعدادا لفتح الحرب مع لبنان وربما مع سوريا في نفس الوقت. نعم. وبدأ في التعاقد على طائرات لتسديد الوقود. أنا لا أعتقد أن هناك حرب في العالم بشكل عام وفي الشرق الأوسط تحديدا، ولدينا نموذج في سوريا استطاعت أي جهة من خلال القوات الجوية حسم المعركة.
إذا نظرنا على الوضع الميداني لا يوجد مقارنة ما بين عناصر جيش الاحتلال وما بين المقاومة سواء كانت في فلسطين طب أو في دعينا نتوقف عند هذه النقطة عذرا على المقاطعة أستاذة هند، لأنه سننقل هذه الصور أو ننقل في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام هذه الصور لتشييع جنازة الشهيد ماهر الجازي في منطقة معان الأردنية. إذن أعداد كبيرة، حشود غفيرة من الأردنيين يعني يشاركون في تشييع جثمان الشهيد الأردني ماهر الجازي، وهو الذي نفذ عملية معبر جسر الملك حسين والتي يعني قتل فيها 3 عناصر عسكرية أمنية كانت موجودة في المعبر. إذن نتابع هذه المشاهد، جموع كبيرة كانت قد أدت صلاة الجنازة على الشهيد الجازي وتحمله في هذه الأثناء ملفوفا بالعلم الأردني حتى يعني لوراء الثرى في مسقط رأسه في منطقة الحسينية في محافظة معان. أعود إليك ضيفي من عمان الكاتب الصحفي الأستاذ فارس الحباشني، أريد منك تعليقا على هذا المشهد وتشيع شعبي للشهيد ماهر الجازي في معان، وبطبيعة الحال كانت هناك يعني جنازات رمزية قد انطلقت في عدة مدن أردنية، كان في العاصمة الأردنية عمان للشهيد ماهر الجازي. إلى أي حد يمكن القول أنه هذا الالتفاف الشعبي الأردني يؤكد بأنه هذه العملية ليست عملية فردية بل هي تعبر وتعكس يعني الحالة الشعبية الجماهيرية لدى الشعب الأردني؟ نعم، يعني هو الغضب الأردني، وهذا الغضب الدامي، وقد يعني في حادثة الشهيد ماهر الجازي لفيطات لقد تحولت إلى هذه إلى أيقونة، لنكن أيقونة رمزية لحالة الغضب الأردني، وأيقونة رمزية لحالة الفدائية الأردنية ولحالة استنطاق الجغرافيا الأردنية. الجغرافيا الأردنية لن تكون محايدة، والأردن هو جزء من هذه المعركة وجزء من هذا الصراع، ومهما حاول بعض من السياسيين الرسميين في الأردن أن يأخذوا الأردن إلى مسار الصمت أو لمسار النأي بالنبذ أو الالتواء على منطق الجغرافيا والتاريخ، لنقل بأن كل هذه المحاولات هي فشلة. ومن حادثة الشهيد ماهر الجازي وإلى ما قبلها وإلى حالة الغليان التي يعيشها الشارع الأردني، لربما الجبهة الأردنية هي جبهة غير متحركة لنقول، أو لكن جبهة غير مكشوفة، ولكنها هي جبهة تجلي، جبهة غاضبة. أو من يوم حادثة الشهيد ماهر الجازي الأردنيون والعشائر الأردنية من شمال إلى وسط إلى جنوب الأردن التفوا وأموا بيت العزاء في حسينية معان، وكانوا كلهم فرحين. الأردنيين وزعوا الحلوى في الشوارع، الأردنيين احتفلوا، مسيرات، مواكب جماعية ذهبت إلى معان وحسينية معان في جنوب المملكة. هؤلاء ذهبوا فرحين، النساء زغرة عندما سمعنا خبر استشهاد ماهر الجازي، وعندما أطرق هذا الخبر إلى مسامع الأردنيين. لهذه هي الجبهة الأردنية، أنا لا أتحدث الآن بمنطوق الحال الراهن بما أتحدث بمنطوق الجغرافيا والتاريخ، وليس هنالك من سلطة أقوى من سلطة التاريخ، والجبهة الأردنية هي من الجبهات المركزية في الصراع العربي الإسرائيلي. والأردن ولن يكون في منطق في موقع أو لنقل في مربع الحياد في الصراع العربي الإسرائيلي. نحن نقف على نقطة صفر من الاشتباك مع إسرائيل، سواء بالضفة الغربية بالقدس أو في معركة غزة أيضا، وحتى في المعارك الموازية. يعني نقول الوجدان الأردني أو هو جزء من الوجدان العربي، وصعب تحوير أو محو أو قلب أو تشويه هذا الوجدان. هذا هو المفطور على قضيته المركزية وهي القضية الفلسطينية، والمفطور أيضا على حب الأردن. ولا أظن بأن هنالك عدو حقيقي للأردن غير إسرائيل. يعني مهما حاولوا أن يقلبوا من الروايات، ومهما حاولوا أن يصطنعوا من مفارقات في الإقليم ومن خصومات إقليمية ومن ثنائيات طائفية وغيرها، ولكن العدو الحقيقي للأردني
هو اسرائيل. يعني هذا الشهيد الذي الان هو كما نتابع في الصور والفيديو عبر شاشه الميادين، هذه الجنازه وهنالك الاف من الاردنيين هم على الطريق. يعني انا قبل ما اكون معكم على الهواء ونتابع الفيديوهات على السوشيال ميديا والمواقع الاخباريه، الاف من الاردنيين، مئات الالاف من الاردنيين هم الان متجهون بالمشاركة في جنازة جسم في تشييع جثمان الشهيد. وهذا نعم أستاذ حباشنا، مئات من الآلاف من الأردنيين أيضا الليلة سيكونون في بيت الفرح، وهو ليس بيت للعزاء لأن الشهيد لا يعزى، الشهيد هو يرتقي إلى السماء. يعني هذه الحادثة لربما هي جاءت في توقيت هام جدا، هام في عمر هذه العدوان، عمر هذه الحرب، هام أيضا في محاولات الانقلاب، يعني الانقلاب على مسارات الحرب، المسارات الطبيعية. نعم أستاذ حباشني. والانقلاب على مسار المقاومة، هذا المسار الذي هو المسار التاريخي الآن في شكل الصراع مع إسرائيل وحلفائها سواء الأمريكيين. نعم أستاذ حباشني. نعم دعنا نتوقف عند هذه النقطة. يعني أيضا تعليق منك أستاذة هند الضاوي، وأنت تتابعين هذه المشاهد من الأردن، مشاهد لتشييع الشهيد ماهر الجازي الذي نفذ عملية عند معبر جسر الملك حسين بحق عناصر إسرائيلية، وتابعت يعني حالة الالتفاف الشعبي حول الشهيد، يعني كما تظهر هذه الصور هذه الجنازة الشعبية، وستكون هناك أيضا حشود أخرى يعني ستتوجه إلى هذه المنطقة، وهذا يعني يعكس مدى حضور اليوم قضية الشعب الفلسطيني في الوجدان العربي عموما. هو حقيقي يعني مثل هذا الحشد الكبير يؤكد أن الفطرة العربية ما زالت سليمة، وأن الجهود التي بذلتها والأموال الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وإسرائيل من أجل تمييع القضية الفلسطينية وتغيير السنن المتعارف عليها في المنطقة العربية ذهبت يعني بلا رجعة، ولم يكن لها أي تأثير على الشارع العربي، وشاهدنا حتى احتفاء الوطن العربي بالشهيد ماهر وقت عملية استشهاده على السوشيال ميديا من كل الدول العربية، ذكرنا ذلك بما فعله الشهيد محمد صلاح الذي كان هو برأي حركة حماس هو الملهم لعملية 7 أكتوبر وطريقة تنفيذها. وبالتالي أعتقد بأن هذه العمليات تؤكد بأن الشعوب العربية يعني ثورية ولن تتنازل عن حق الشعب الفلسطيني، وداعمة بقوة للمقاومة الفلسطينية، وأن إذا تفلتت لا قدر الله الأمور عما هي عليه الآن ولم نستطيع تحقيق تسوية تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية المسلوبة في إقامة دولته وعاصمته القدس، أنا أعتقد أن استمرار نتنياهو وحكومته في إبادة الشعب الفلسطيني قد تؤدي إلى تفجير المنطقة بشكل كامل. وأعتقد أن في هذه المرحلة لن يستطيع نتنياهو تحقيق حلمه في شرق أوسط جديد، ولكن سيفاجأ بأنه سيتلقى ضربات وصفعات متتالية من كل دول الطوق ومن كل الدول التي هي محيطة بهذا الكيان. أعتقد أيضا أن هذا دليل أيضا على أن العمليات الفدائية وفكرة المقاومة بشكل عام متجذرة في الشعب العربي. يعني هذا الشهيد ومن قبله الشهيد محمد صلاح كان قرارهم فردي بشكل كبير، واستعدوا للمعركة وخططوا ونفذوا. هذا يؤكد مدى قوة وقدرة الشباب العربي في حالة تم بالفعل يعني توحيد الأمة ووضع استراتيجية حقيقية لمواجهة إسرائيل إلى تغيير خارطة العالم، وليس فقط تغيير خارطة يعني إسرائيل وتغيير خارطة منطقة الشرق الأوسط. أنا أراهن أن المرحلة القادمة سنواجه يعني الكثير من التحديات، ولكن بقدرة هذه الشعوب وشباب هذه الشعوب قادرين على فرض واقع يليق بتاريخ منطقة الشرق الأوسط ويحافظ ويحترم الحقوق التاريخية لشعوب هذه المنطقة. نعم بعودة إليك أستاذ فارس، ونواصل أيضا النقاش والحديث يعني في التطورات على مستوى جبهة الإسناد اللبنانية ومجريات الأوضاع في شمال فلسطين المحتلة. صحيفة يدعوت أحرانوت تنقل يعني عن مسؤولين إسرائيليين في جيش الاحتلال ومسؤولين أمنيين أيضا بأنهم يحذرون من خطوات استفزازية تخطط لها حكومة الاحتلال عند شمال فلسطين المحتلة، ويبدو أن الخلاف حول التصعيد على لبنان هو يعمق في هذه المرحلة، يعني من الخلاف يعني يعمق من الخلاف الإسرائيلي في حسم هذه المسألة. اليوم كيف تقرأ
تقرأ هذه التحذيرات؟ إلى أي حد يعني اليوم جيش الاحتلال، حكومة الاحتلال قادرة يعني على أحداث شيء في شمال فلسطين المحتلة؟ يعني هذه الجبهة هي يعني نتنياهو من بدايات الحرب وهو يبحث عن التصعيد على الجبهة اللبنانية ويبحث عن الذهاب إلى حرب كبرى مع لبنان ومع حزب الله ويذهب إلى جذر المنطقة والإقليم ومن ورائه الأمريكان والأوروبيين أيضا إلى حرب كبرى وحلفائه الكبار. يعني هذه هي رغبة أنا أسميها بأنها هي ما زالت في إطار رغبة نتنياهو، وهي تعبيرات عن فائض من الشبزينية نتفان بالشخصية، تعبيرات فائض من القوة أيضا وإيديولوجيا القوة التي هي المصاب بها نتنياهو وقادة الحرب في تل أبيب. ولكن يعني إذا ما نظرنا إلى المعطيات المتطورة والمعطيات الميدانية الجديدة في الصراع أو المستجدة في الصراع بدءا من العملية الأربعين وما فرضه حزب الله بالصواريخ التي استهدفت شمال فلسطين المحتلة واستهدفت قاعدة الاستخبارات المركزية 8200 عفوا، وهذه القاعدة الاستخباراتية التي توالت الأخبار فيما بعد عن استهداف قائدها الجنرال الذي يعني توالت من بعد تتحدث عن استقالته وانباء أخرى عن أنه تم قتله، أيضا ما نشر عن أن هنالك 25 قتيلا وما نشر عن أن هنالك أكثر من 50 جريحا، والميادين خرجت نشر تفاصيل عن مصادر خاصة بهذا الموضوع. لكن ما يهم أكثر بأنه هذه الخطوة الاستراتيجية أو نقول الخطوة الاستراتيجية لحزب الله وتطورات الرجع في العمق الاستراتيجي الإسرائيلي. إسرائيل الآن أشبه بالمكشوفة، يعني أنا كنت أتحدث في الفترة الأولى من حديثنا اليوم عن الصاروخ اليمني، هذا الصاروخ طب. اليمني طب. دعنا نتوقف هنا عذرا أستاذ حباشي، سنتحدث اليوم عن العملية العسكرية اليمنية أيضا وكيف تتفاعل هذه العملية. ما زلنا نواصل مشاهدينا الكرام يعني نقل هذه الصور من مدينة معان الأردنية، هذه الصور مباشرة في هذه اللحظات وهي تبرز يعني الحشود الشعبية، حشود أيضا العشائر الأردنية المتواجدة في المكان وهم يرددون يعني الهتافات للشهيد والهتافات التي تدعو أيضا يعني إلى مواصلة العمل الفدائي ضد الاحتلال الإسرائيلي كما نستمع. من معان الآن معنا الزميلة لنا شاهين مراسلة الميادين. لنا يعني حدثينا أكثر عن المشهد لديك، المشهد الجماهيري، المشهد الشعبي في ضوء تشيع الشهيد ماهر الجازي. نعم أحمد، بالفعل هو مشهد مهيب وجنازة مهيبة، آلاف من المواطنين خرجوا لتشييع جثمان الشهيد البطل ماهر الجازي ابن قبيلة الحبيطات، ونحن نتواجد في منطقة الحسينية وهي تتبع لمحافظة معان. تم تسليم جثمانه من قبل إسرائيل اليوم إلى الأردن، وذلك بعد 9 أيام من عدم تسليم إسرائيل لهذا الجثمان. كانت هناك جهود كبيرة من قبل الأردن وعلى رأسها ملك الأردن، وذلك لوصول الجثمان وتسلم الأردن جثمان ابنها ودفنه هنا في مسقط رأسه حيث ولد وكبر وترعرع، وهناك في فلسطين على أرض فلسطين نفذ تلك العملية التي يصفونها بأنها عملية بطولية، عملية كرامة، اثنين تضاف إلى ملحمة الكرامة التي تصدى فيها الجيش العربي الأردني للجيش الإسرائيلي. اليوم صباحا أعلنت وزارة الخارجية بأنه قد تم تسليم هذا الجثمان، وذلك وفق إجراءات من قبل الجهات المعنية الرسمية، وأكدت في بيانها أن هناك أيضا لا يزال في هناك عند إسرائيل هناك مواطنين أردنيين لا تزال إسرائيل تعتقلهما، وأن العمل جار على قدم وساق وذلك لعودتهما. قبيلة الحبيطات تفخر بإنجاز ابنها، وأكدت في بيان أن ما قام به هو رد طبيعي على ما يقوم به
نتنياهو وحملوا رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو هذا العمل هذه الجرائم التي تفضل العام. عليكم السلام. رسالة. نعم. رسالتي هذا الشهيد للإسلام والمسلمين وفي أبطال كثر يتمنوا أن يمشوا هذا الطريق مثله. نتمنى أنا وأولادي وكل الموحدين أن نسير مسرج هذا العدو الإسرائيلي. الإسرائيلي هذا عدو لكل مسلم أشهد رسول الله. وهذا الأقصى في ذمة الموحدين في ذمة الإسلام في ذمة المواطنين. هذا الأردن بلد هي مكة المقدس وهذه هذا الأردن قدمت الشهداء لفلسطين والقدس حق كل مسلم يقول لا إله إلا الله ندافع عنه. ونهني هذا الشهيد والده وأهله وعشيرته والأردن والإسلام في هذا البطل في أبطال كثر. ولكن نرجو نبشر حكامنا نبشر حكام ولكن عليهم أن يعدوا ولا تهموا أنتم الأعلون. المسلم هو العالي المسلم هو الشيء. شهادة شهيد قتلاهم في النار قتلانا في الجنة هذا شهدانا في الجنة ريح المسك والعنزفران والريح يفوحوا فاح على كل المنطقة ريح الشهداء. دم 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 الشهيد ما يرد إذا نستمع مشاهدينا الكرام يعني إلى هذه نعم تفضلي. سأل على أرض فلسطين على أرض فلسطين حيث هناك تسيل الدماء الذكية من الفلسطينيين. اليوم رسالة ومصير منكم أنتم الأردنيون إلى الشعب الفلسطيني رسالتكم إلى الشعب الفلسطيني وإلى رأس بنيامين نتنياهو. استنونا للشعب الفلسطيني نحن والضفة الغربية وبالأمس كانت هذه الضفية في الأردن حكم واحد وإحنا عائلة واحدة وإحنا مسلمين في مشاعر الأرض ومدى. أما رسالتي إلى المجرم نتنياهو الإرهابي المسلمين لا شيء هذه المسلمين أصحاب أخلاق وأصحاب معاملة وأصحاب معاشرة وأصحاب جيرة لكنه هو صاحب الإرهاب هو الذي عمل الإرهاب قدم في عددهم من دون أوطانهم أعراضهم ونسائهم وأطفالهم كل أصحاب الكرامة وكل أصحاب شعب نعم يبدو أننا فقدنا الصوت في سبيل الله كمثل نعم رسالتك إلى روح الشهيد الحي كما تصل هذا الشهيد عدانا مثله شاء الله. يا ليتنا في درجته هذا في عليين هذا لا يتزوج في هذا اليوم بغض النظر حضر لو كان هذا البشر يعلم أن شهيد لا جاءت معه الوفود من عمان حتى وصلت الحسينية وعلى الأرض كامل كل يقدم للإسلام كل المسلمين الموحدين في أقطار الأرض شهدوا لله ومن شهد له في الأرض الإنسان شهد بسأل فكيف يشهد كل الخلق إنه شهيد وبطل. هذا بطل يسجل في التاريخ ويكتب له التاريخ وكل الأبطال وكل الناس كثر يتمنى أن يقدموا هذا الشيء. أنا أشكرك عم أتعرف الكريم نبدأ أسبوع النعمات من الشرق من حضرتك وهذا الجادي أرحم كنا والله والدها صديق عزيز علي سلمت عليه قلت أتمنى ما أعزيك يا أبا سامي لكن أتمنى نقدم من أول نرى التهنى نهني أنا ونهني نعم. عذرا على تقطع الصوت والصورة كل شكر لك مراسلتنا مراسلة الميادين من معانا زميلة لنا شاهين يعني وأستاذة هند ونحن نتابع أيضا يعني هذه المشاهد الشعبية هذه المشاهد يعني المشاهد التي تعبر كما أسلفنا
يعني عن حضور فلسطين، عن حضور المسجد الأقصى في وعي وفي وجدان الشعب الأردني. كان أحد الرجال قبل قليل يتحدث يعني لمراسلتنا يقول بأنه الأقصى هو في ذمة الإسلام وفي ذمة المواطنين الأردنيين أيضا. اليوم ونحن نتابع أيضا هذا المشهد الشعبي، هناك مشهد شعبي عربي أيضا يحضر في اليمن كما كنا نتابع، هو مشهد أيضا يلتف حول القوات المسلحة اليمنية ويدعمها يعني في إطار العمليات المتواصلة، وكان هناك صاروخا يمنيا عبر من اليمن إلى فلسطين المحتلة، إلى العمق الإسرائيلي، إلى تل أبيب. اليوم بتقديرك يعني مفاعيل أيضا هذا الفعل اليمني؟ يعني اليمن أعتقد أن الرسالة الخاصة بالصاروخ فرط صوتي وفشل إسرائيل بكل أنظمتها الدفاعية الجوية سواء كان القبة الحديدية، مقلاع داود أو غيره، في اكتشاف الصاروخ خارج الحدود وحتى بعدما دخل الحدود وحاولوا يعني إيقاعه، أعتقد أنهم فشلوا فشل ذريع، وهذا أدى إلى ارتباك كبير في الداخل الإسرائيلي. على أي حال يعني أصبح من الواضح أن اليمن تشكل رقم مهم وصعب جدا في معادلة الشرق الأوسط الجديد. أصبح هناك إعادة حسابات للدول الغربية لما وصلت إليه القوات اليمنية في فكرة التكنولوجيا العسكرية وما قد تفرضه على المعركة. هناك نقطة أخرى أن هذا الصاروخ انطلق من اليمن بعد ساعات من يعني حديث إسرائيلي شبه رسمي عن اقتراب معركة الشمال مع لبنان. فأنا أعتقد أن رسالة اليمن كانت رباعية الأبعاد من عدة دول، منها اليمن طبعا باعتبارهم أنهم أصحاب القرار وأصحاب الصاروخ، وأيضا مع الدول التي تتشكل منها ويتشكل منها محور المقاومة الفلسطينية. والصاروخ كان ليس فقط لإسرائيل ولكن للولايات المتحدة الأمريكية التي سحبت روزفلت قبل إطلاق الصاروخ بساعات، وهناك بوارج كثيرة في البحر الأحمر والبحر المتوسط، وكان هناك أيضا حديث بأن هذه البوارج ستلعب دور مهم في دعم إسرائيل إذا ما فتحت جبهة الشمال، وأيضا رسالة بأن قد تكون هناك ضربات بتكنولوجيا لم يكن الغرب يتوقع أن المحور يمتلكها تكون فاعلة في الميدان، وتكون الهزيمة ليست فقط من نصيب إسرائيل ولكن من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبوارجهم. وتعلم أيضا هناك نقطة هامة أننا اقتربنا من الانتخابات الأمريكية، أصبحنا في مرحلة البطة العرجاء، وبالتالي استهداف أي يعني هدف بحري من خلال هذه الصواريخ في المرحلة القادمة إذا ما فتحت الحرب يؤثر بشكل كبير جدا على الانتخابات الأمريكية وما يليها، خاصة أنها الانتخابات الأصعب في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وفق ما يراه المختصون والمراقبون. اليمن أدت أداء جيد جدا في دعم طوفان الأقصى، هذا ما أدى بالسيد السنوار إلى إرسال رسالة مهمة جدا للحوثيين في اليمن. كانت هناك رسالة للسيد عبد الملك الحوثي ورسالة للسيد حسن نصر الله ورسالة أيضا للرئيس الجزائري. أستاذة هند، قبل أن أتوجه الأستاذ فارس الحباشني سريعا تعليق سريع منك أيضا على مسألة مهمة، وهي يعني زيارة أنتوني بلينكين إلى القاهرة. هناك حديث عن اختراق ما فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، تعليق سريع منك على هذه النقطة لو سمحت. لا لا لا، لا يوجد أي اختراق، ولم تقدم الولايات المتحدة الأمريكية حلول منطقية جذرية ترضي الدولة المصرية. وهناك نقطة أهم أن الحوار الاستراتيجي ده حدث في عام 2021 في نوفمبر بعد عام كامل من الانتقادات الخاصة ببايدن والديمقراطيين للدولة المصرية ورئيسها أثناء الحملة الانتخابية في مواجهة دونالد ترامب وقبل أو بعد معركة سيف القدس. يعني ذلك أن الحوار الاستراتيجي دائما ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين مصر يأتي في أصعب الظروف أو في أكثر الظروف اختلافا ما بين الدولة المصرية والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في المرحلة الأخيرة هناك انفتاح كبير جدا من مصر على روسيا. كان هناك السيد وزير الخارجية بدر عبد العاطي في زيارة لسيرجي لافروف يعني منذ يومين، وأيضا كان رئيس الحكومة المصرية في زيارة إلى الصين، وهناك يعني زيارة للسيد بدر عبد العاطي إلى إيران، وهناك أيضا حديث بأن مجموعة أو وفد من جماعة الحوثي في زيارة إلى القاهرة خلال الأيام القريبة القادمة. وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بأن هناك خطر شديد يواجه العلاقات الأمريكية المصرية، خاصة بسبب تبني أمريكا لعملية التهجير للفلسطينيين داخل الأراضي المصرية، ما يعني يستلزم حاليا إعادة ضبط العلاقات. نعم.
نعم استاذ حباش اعود اليك، يعني اعود اليك ونحن نتابع هذه المشاهد، هذه المشاهد يعني التي تعبر بالفعل عن حالة الغضب الأردنية، حالة الغضب العربية ايضا، الى اي حد هذا الحضور الشعبي يعني عامل اسناد وعامل قوة لمعركة الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال، لهذه المعركة بشكل عام سيد الكريم؟ يعني هي الإرادة الشعبية، والإرادة الشعبية التي من الصعب إسكاتها، لربما هو أيضا الأردن هو كما ذكرت هو على مسافة صفر من العدوان في الضفة الغربية، ومن العدوان بغزة أيضا، ومن العدوان على لبنان، ومن كل الجبهات الأخرى. الأردن يقف على المسافة صفر، وهذه المسافة هي التي لربما الآن يراد استنباطها بشكل آخر. نحن لا يمكن أن نتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي بغير أفق أو مستوى المقاومة، هذا هو المستوى والأفق التاريخي. ولربما أن معركة طوفان الأقصى قد فرضت خيار المقاومة بأنها هي الخيار الواقعي والخيار التاريخي أيضا. الخيارات الأخرى التي تطرح والخيارات التي غمرت المنطقة والإقليم بما يتحدث بما سمعنا وبما يتحدثون أيضا عن السلام الجديد، بما يتحدثون عن التطبيع الجديد، بما يتحدثون عن مشاريع اقتصادية كبرى وعابرة للدول، بما يتحدثون عن مشروع صفقة القرن، بما يتحدثوا أيضا عن السلام، يتحدث بشكل معدل السلام الإبراهيمي الجديد الذي غزا الإقليم وغزا العلاقة العربية مع دولة الاحتلال. هذه الحالة الشعبية، هذه التعبيرات للإرادات الشعبية العربية من الحسينية في معان إلى كما ذكرت الزميلة من القاهرة أيضا إلى حادثة محمد الشهيد البطل محمد صلاح الجيش المصري إلى حادثة أيضا موازية حدثت في الإسكندرية وغيرها، وهي حوادث متحركة ومتنقلة تؤكد بأن هذه المشاريع جميعها هي أمام رفض شعبي صارم وحازم. هذا الرفض الشعبي الآن لربما ينقلنا إلى مستوى آخر في الصراع وفي الحرب مع إسرائيل والحرب مع أمريكا والغرب. الشارع العربي حتى الآن لم يقل قوله الفصل بهذه المعركة، ما زالت الشعوب العربية صحيح. وهذه العملية يعني السؤال الذي يواصل طرحه الكثيرون عمليا أستاذ حباشني، هذه عملية الجازي سبقها عملية محمد صلاح، وكانت هناك الكثير من العمليات التي تعبر عن بعد شعبي، ستكون قاطرة لعمليات أخرى ربما نشهدها في الأردن أو في دول أخرى يعني عمليا. بالتأكيد صديقي أنها تؤسس إلى فعل ابتدائي، تؤسس إلى فعل مقاوم، تؤسس، وحالة الغضب هي مفتوحة، ليس هنالك بالأفق ما يلوح بأن هنالك خيارات لانتهاء الحرب حتى نتحدث عن خيار بديل أو خيار آخر مسالم مع كيان الاحتلال. نتحدث الآن هذه هي الحالة الطبيعية لربما، وهي حالة الموضوعية لحجم العدوان، لحجم الكارثة الإنسانية، الجريمة الكبرى التي ترتكب في غزة والتي ارتكبت في الضفة الغربية. الشهيد ماهر الجازي هو ليس مؤذن، الشهيد مازن الجازي ليس قادم من خلفية حزبية أو خلفية تنظيمية، هو مواطن بسيط عادي متقاعد من المؤسسة العسكرية الأردنية، عمره 35 عام. هي هذه الحالة الفطرية الوطنية، هو التصالح مع الذات والتصالح مع الهوية والتصالح مع التاريخ والتصالح مع الجغرافيا. نحن لا يمكن أن نكون غير ذلك، لا يمكن أن يكون للأردن مطبع مثلا، هذا الأمر مرفوض. الجغرافيا ترفضه، التاريخ يرفضه، الدين يرفضه، الشعب الذاكرة ترفضه، الموروث يرفضه، الحالة النفسية ترفضه. أنت بتكوينك الفطري والطبيعي والوجداني أنت مقاوم. نحن لم يوجد على هذه الحافة من الجغرافيا لكي نسلم أمرنا لإسرائيل، أو نسلم أمرنا للمشروع الإسرائيلي والأمريكي، أو لنكون راضحين. لربما إن بعض الأخبار قد تسير الشعوب وتسير يعني الناس لأنهم يرضون ويطيعون إلى حد ما، ولكن هنالك غضب. التاريخ هو من صناعة الغضب. شكرا جزيلا لك من عمان الكاتب الصحفي أستاذ فارس الحباشني من القاهرة الصحفية والباحثة في الشؤون الإقليمية والدولية في صحيفة الأهرام أستاذة هند الضاوي.
والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، في أمان الله.